أنا نور الهدى، اتخرجت من كلية رياض أطفال سنة 2007. حظي حلو إن أنا من ساعة ما اتخرجت وأنا بشتغل حاجة اللي أنا بحبها، بشتغل في مجال الأطفال وبشتغل مع الأطفال نفسهم. لغاية 2014 اتعرفت على Passion to Profit، عرفت Passion to Profit وبدأت أتابعهم. بقيت مبسوطة جدا إن الناس دي بتصنع النجاح وإن هما بيشتغلوا الحاجة اللي هما بيحبوها، وحسيت إن أنا on track، إن أنا مبسوطة جدا ان انا كمان بشتغل حاجة اللي انا بحبها. لغاية سنة 2018 بدأت اكتشف ان انا بشتغل اللي انا بحبه، لكن وبعدين انا عايزة اكبر اللي انا بحبه، انا عايزة اروح للخطوة اللي بعدها. كان عندي حضانة، فقررت ان انا هنضم المجتمع Passion to Profit علشان ابدأ اتعلم ايه اللي بيحصل، ايه السيستم اللي يخليني بشتغل اللي انا بحبه وكمان اكبر فيه. بدأت امشي على السيستم، اجيب الكتب وتابع الباورز واشوف ايه الخطوة اللي المفروض اعملها عشان اكبر شغلي. وفجأة لقيت ان انا مش بس بهتم بالاطفال وبهتم بالحضانة، لأ ده انا بدأت ابص على الامهات وامهات الاطفال. لغاية لما جت المحطة اللي بعدها، دور المنتور في Passion to Profit، لما قال لي طب ما يلا نطلع بكتاب، وبدأت أشتغل على الكتاب. بقيت ساعتها مصدقة، بقيت كل يوم أشتغل على الكتاب وكل مقابلة أشتغل على الكتاب ووريله التطور وأشوف نفسي وأنا بتحرك من خطوة للي بعدها. زي ما كنت شايفة في المجتمع ولقيت نفسي بقيت جزء من المجتمع وبتطور زي ما المجتمع ده بيتطور. لغاية لما طلعت الكتاب، لغاية لما بقيت Success Story Passion to Profit والحمد لله نزل في السوق، بدأت أشوف أنا كنت فين. أنا كنت بفكر في نيرسري، كنت بفكر في حضانة، كنت بفكر في طفل، دلوقتي بفكر في أم وبفكر في أطفال وبفكر في أكتر من كده. بدأت أحس إن النجاح ملوش سقف. أنا نجاحي كنت إني عملت حضانة، لا دلوقتي أنا نجاحي إني أعلم أمهات، لا أنا نجاحي بقى رايح من خطوة لخطوة، وكل ما بوصل لخطوة بلاقي نفسي ببص إن في خطوة بعدها ممكن أخدها. كل دون اتعلمته وكل دون عشته لما عشت في المجتمع ده، لما عشت في مجتمع Passion to Profit. طول ما أنت بتشتغل على اللي أنت بتحبه وطول ما أنت في وسط ناس بتشتغل الحاجة اللي هي بتحبها، هتلاقي نفسك بتطور من مرحلة لمرحلة، وهتلاقي نفسك من نجاح لنجاح، ومش هتلاقي ان بقى عندك سقف للنجاح.